كنا تكونوا بأسخي. اليوم هيكون موضوع الفيديو ديالنا لكيكة صحية يقدروا يفطروا بها الأطفال فاش يكونوا ماشيين المدرسة. منطوش عليكم الفيديو، متنساوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وخليكم مع الفيديو. الشي اللي هنا راه عبرنا بهاد الكاس العنبة. المهم المكونات هو الزنجلان واللوز وزرعية الكتان والقرقال والتمر والزبيب والشوفان. صافي هادو هما المكونات كلهم. الزبيب والتمر غنقطعوهم طريفة رقاقين، والباقي غنهرمشوهم في المهرس. ما قطعنا الزبيب والتمر وهرمشنا المكسرات، دابا نعطيكم المقادير. كاين هنا 4 ديال البيضات وجوج خمارات وجوج معالق ديال كاوبيل المر ودانون الفاني وكاس ديال الزيت وكاس ديال السكر والطحين. هلا غنضربوا البيض مع شويه الملح. دابا كننزعو على الطاوله الفران، دابا غندخلوه. درنا الشوكولاط ودرنا اللوز مهرمش. دابا صافي هذا هو الشكل النهائي، قطعناه في هذا الشكل. ودابا نذوق رجه البيضه ولا لا. هاد البيضه كنحكم تجربوها، راه زوينه وواعره جات. افطروا بها الاطفال في الصباح فاش يكونوا ماشيين للمدرسه. صافي راه زوينه. صافي دابا درنا الطحين، دابا غنديروا جوج معالق